أهلا بكم. أكد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة أهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه حرصه الدائم على ترسيخ استقلال القضاء ودعم السلطة القضائية وتوفير الكوادر المؤهلة لها، إدراكا للدور الهام الذي تطلع به في الحفاظ على الحقوق وتعزيز أمن المجتمع واستقراره، مؤكدا بأن العمل بمبدأ العدالة والمساواة يعد ركنا أساسيا من أركان بناء الدولة الحديثة. جاء ذلك خلال استقبال صاحب الجلالة في قصر الصافرية هذا اليوم سعادة المستشار عبد الله بن حسن أحمد البعينين رئيس محكمة التمييز نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء، وسعادة المستشار معصوم عبد الرسول عيسى وكيل بمحكمة التمييز، حيث أديا اليمين القانونية أمام جلالة الملك المفدى بمناسبة صدور الأمر الملكي السامي بتعيينهما في منصبيهما الجديدين. كما استقبل جلالته المستشار نواف عبد الله عبد العزيز حمزة رئيس هيئة التشريع والإفتاء القانوني، والمستشار محمد أحمد علي مقبل نائب رئيس هيئة التشريع والإفتاء القانوني بمناسبة صدور الأمر الملكي السامي بتعيينهما، حيث رفعوا إلى جلالة الملك المفدى خالص الشكر وعظيم التقدير والامتنان على هذه الثقة الملكية السامية التي منحهم إياها، مؤكدين بأنهم سيبذلون قصارى جهدهم لحمل هذه المسؤولية وخدمة البحرين وشعبها. وقد هنأهم جلالته حفظه الله وأشاد بخبرتهم وكفاءتهم في المجال القضائي والتشريعي، متمنيا لهم التوفيق والسداد في أداء مسؤولياتهم الوطنية. وأشاد جلالة الملك المفدى بالجهود المخلصة التي يوالي مثلها أعضاء السلطة القضائية في مختلف مواقع عملهم، والتي ترمي إلى تحقيق العدالة وحفظ حقوق المواطنين وكل من يقيم على أرض المملكة. وأثنى جلالة الملك المفدى خلال اللقاء على التنظيم والتطوير المستمر الذي يشهده القضاء البحريني في بنيته وتشريعاته، خاصة وأن مملكة البحرين تمتلك تاريخا عريقا في مجال القضاء. وأكد جلالته أن البحرين تحرص دائما على تطوير أجهزتها ومؤسساتها المختلفة ودعمها بالكوادر والكفاءات الوطنية التي أثبتت ريادتها في جميع الميادين خدمة للمجتمع البحريني وأفراده، مؤكدا أن عجلة التنمية الوطنية مستمرة بإذنه تعالى بفضل تكاتف السلطات الثلاث وتعاونها لتحقيق المزيد من الإنجازات في كافة القطاعات، مشيدا بالجهود التي يبذلها أبناء البحرين وتفانيهم من أجل تقدم ورفعة وطنهم. استقبل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة أهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه في قصر الصافرية هذا اليوم الشيخ خالد بن نايف العرير شيخ الشمل قبيلة بني خالد، يرافقه معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني وابناه محمد والوليد بن خالد بن نايف العرير، وذلك للسلام على جلالة الملك المفدى بمناسبة زيارتهم للمملكة. ورحب صاحب الجلالة بالجميع مشيدا بما يجمع أبناء مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية الشقيقة من وشائج القربة والصلة العائلية التاريخية وأواصر الأخوة والمحبة، وما تشهده هذه العلاقات من تواصل مستمر لكل ما فيه خير للجميع. وتمنى جلالته رعاه الله للشيخ خالد بن نايف العرير وأبنائه كل التوفيق والسداد وطيب الإقامة في بلدهم البحرين.